اهلا بيكم في كل مكان، فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجه عايز اتكلم فيها يعني النادي الاهلي طبعا سافر، بس النادي الاهلي من ساعه تقريبا او من ساعه ونص الى المملكه العربيه السعوديه من اجل مباراه الجمعه، المباراه المرتقبه، مباراه السوبر الافريقي اللي ان شاء الرحمن يوم الجمعه الساعه 11 مساء كل الاهلاويه في كل ارجاء الدنيا ستعم الافراح والليالي الملاح كالعاده في كل مكان، صحرا كان او بستان، الجماهير الاهلاويه ستفرح باذن الرحمن. مارسيل كولر قرر منح لاعبي النادي الاهلي راحه سلبيه لمده اسبوع بعد مواجهه نادي الزمالك قابله للزياده خلال فتره الاجنده الدوليه. النادي الاهلي اول مباراه ليه بعد مباراه السوبر هيكون يوم 20 اكتوبر، يعني بعد 23 يوم او 24 يوم من مباراه السوبر الافريقي، يكون في اجازه طويله للاعبي النادي الاهلي، خصوصا اللاعبين الغير دوليين اللي مش هيكونوا مرتبطين مع منتخبات بلادهم. حماده انور المدير الفني للمنتخبات المصريه، منصب اللي هو واحد صاحبك عايز يجاملك، فقال لك بدل ما تنام في البيت يا حماده تعال اشتغل، هندي لك 10 20 الف في الشهر. رضا حماده، مرضي حماده، مرضي حماده. حماده انور يشغل منصب الزملكاوي بين ظفرين، يشغل منصب مدير المنتخبات المصريه اللي هو انا ما اعرفش ايه دوره، يعني ايه دوره؟ بيربط بين المنتخبات بحبل، حبل افكاره، بيعمل ايه في ما تعرفش؟ هو وظيفه كده خلقناها وجعلناها من اجل ان احنا نجامل حماده انور الزملكاوي عضو مجلس اداره الزمالك السابق، بدل ما يقعد في البيت بعد ما طردوه من نادي الزمالك، اهو نشوف له كرسي ومكتب نقعده فيه في اتحاد الكوره، وهو بجمله يا جت على الملوخيه، واخد بالك الملوخيه كتير. استاذ حماده انور طالع يقول لك الزمالك هو اللي هيكسب السوبر، طبعا الزمالك هو اللي لازم يكسب السوبر، والبطولات اللي من ماتش واحد الزمالك بيعرف يكسبها كويس مهما كان المستوى بعيد، لكن الزمالك يقدر ان يفوز، واتمنى فوز نادي الزمالك. تخيل عزيزي، ده مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، ويطلع بعض الجهلاء يقول لك لك الله يا زمالك، الكل ضدك يا زمالك. اتحدى لو عملنا إحصائية جمعنا الذين يشغلون الإعلام والبرامج الرياضية والضيوف واللي بيعملوا في اتحاد الكورة بداية من رئيس الاتحاد وحتى أصغر ساعي داخل الجبلاية، أرهنك وأتحداك إن نسبة الزملكاوية تتخطى 90%. الحاجة الوحيدة اللي الزمالك عدده فيها أكبر من النادي الأهلي البرامج الرياضية والإعلام الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم. ويطلع بعض الجهلاء المتعصبين المدلسين يقول لك أصل الزمالك مظلوم وأين العدالة وحققوا العدالة لنادي الزمالك. عايز أقول مباراة السوبر كلمة السر فيها اتنين، دونجا، حسام عبد المجيد. افتكر الكلام ده كويس قوي، كلمة السر في مباراة الاهلي والزمالك دونجا وحسام عبد المجيد. مش هفسر بس افتكر الاتنين دول. امان عليك يا حبيب، امان عليك صديقي العزيز، افتكر ان باب مكسب النادي الاهلي من ناحية افتح يا سمسم، افتح يا دونجا، افتح يا عبد المجيد. الاتنين دول هيكونوا سبب رئيسي باذنك يا رب في فوز الاهلي بعدد وافر من الاهداف، سواء كان ولا بلاش. مش قايل تاني، مش هزود كلام عن كده.
مش هقدر ازود كلام عن كده. عايز اقول لبعض المدلسين فيما يخص موضوع نادي القرن، واللي بيتكلموا عن ان المهندس مصطفى مراد فهمي هو السبب وهو اللي وضع المعايير، التاريخ لا يغير مساره ولا مجراه. التاريخ ما بيتغيرش، التاريخ لا يزيف، لا يزيف يا مزيف التاريخ. التاريخ بيقول يا جماعه ان اللي حط المعايير الخاصه والتصنيف والقواعد بالنسبه للانديه الافريقيه كان المالي امادو دياكاتي. مين؟ امادو دياكاتي. يعني مش مصطفى مراد فهمي؟ ما يمكن مصطفى مراد فهمي لما تيجي الترجمه للانجليزي تبقى امادو دياكاتي، ولا يمكن مصطفى مراد فهمي في اللغه الماليه تبقى او اللهجه الماليه تبقى امادو دياكاتي. لا، اللي حط المعايير والتصنيف وفكرة التصنيف في التسعينات يا شوية مدلسين كان المالي أمادو دياكاتي. كفاكم عبثا، كفاكم لعبا على وتر الجماهير ومشاعر الجماهير. اللي يغيظك ان هم عارفين لكن بيطلعوا يكذبوا عشان يكسبوا ود الجمهور. مش مشكلة ان انا اضحك على الجمهور، مش مشكلة، الجمهور غلبان بيصدق اي حاجة، المهم ان هم يحبوني، المهم ان يقولوا ان انا بدافع عن النادي وانا ابن النادي. مش مشكلة اكون مدلس، ايه يعني، ايه يعني لما اكون مدلس ومزيف ومزور وابن 60 في 70؟ مش مشكلة، المهم ان الجمهور يبقى راضي عني يا جماعة، المهم ان الجمهور يبقى راضي عني. إمام عاشور كان له تصريحات النهارده لموقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومباراة الزمالك القادمة. إمام عاشور اتسأل سؤال، إيه سر تألقك مع النادي الأهلي؟ قال لما تلعب للأهلي وفي لعيبة كبار بيساهموا في اندماجك بسرعة مع باقي عناصر الفريق تصبح لا تشعر أنك غريب عنهم، هذا الأمر يصنع الفارق، خاصة أن اللاعبين الكبار يجعلونني أشعر كأنني متواجد في النادي منذ الصغر، وهذا أمر يصنع الفارق بالنسبة للاعب الكرة. شاركت في النسخة الماضية لكن لم يقدر لي التتويج باللقب الإفريقي في السوبر أمام اتحاد العاصمة، لكن هذه المرة الجميع مركزون من أجل إحراز اللقب. أشعر بتواجدي في الأهلي منذ الطفولة، واخد بالك يا بوريالا، منذ الطفولة. ها إمام عاشور، ننتظر الدعم من جماهير الأهلي وننتظر منهم الوقوف في ظهرنا مثلما جرت العادة دائما. إمام قال كل لاعب في الأهلي عارف دوره، هنعود للأهلي ومعانا كأس السوبر، الكل يدرك مسؤوليته قبل مواجهة الزمالك. عايز أقول فيما يخص إمام عاشور، فاكرين يا جماعة أوقات اعلان الاهلي ولما كان في مفاوضات طلعت سالتكم سؤال مهم جدا، ها مين الشاطر المتابع لينا بقوه وجيد وبيتابع بمنتهى التركيز اللي احنا بنقوله في الحلقه؟ فاكرين انا قلت ايه قبل ما نتعاقد مع امام عاشور؟ قلت لك سؤال، يا جمهور الاهلي انتوا على قدر المسؤوليه عشان تحمي امام عاشور؟ لان اذا كان كهربا عمل حالة من الوجع، حالة من الالام لدى جماهير النادي المنافس، فان امام عاشور هيعمل اضعاف 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 اللي عمله كهربا. ولو كهربا طلع عليه اشاعة فامام عاشور هيطلع عليه 9000 اشاعة. مباراة السوبر القادمة لو تسأل اي حد مين نجم الشباك يقولك امام عاشور، مين قلب الاهلي النابض يقول لك امام عاشور، لو سالت اي واحد زملكاوي خايف من مين يقول لك خايف من امام عاشور. طب نعمل ايه؟ نطلع ندي اشاعه، اعاره يا حجه اعاره. ايه الاشاعه اللي طلعها الصبيه المدلسين؟
طبعا قضية إمام عاشور ما زالت متداولة في المحاكم. قضية إمام عاشور هيتحكم فيها في شهر أكتوبر، أو اتأجلت لشهر أكتوبر. فطلع المدلسين النهاردة قال لك التقرير الطبي لفرد الأمن اللي ضربه إمام عاشور أكد على إصابة الفرد بإصابة أعجزته عن العمل مدة لا تزيد عن 20 يوما، وده يخلي إمام عاشور يتحبس شهر. يا ابني أنت قاضي، أنت قاضي، ده حتى لو أنت قاضي لا يجوز ليك إنك تطلع تقول حبس وغير حبس غير السادة القضاة اللي بيتداولوا القضية، اللي بينظروا القضية. حضرتك موجود في الطب الشرعي عشان تطلع تقول اصل، او طبيب عشان تطلع تقول التقرير بتاع فرد الامن لا يزيد عن 20 يوم؟ طب اشمعنى 20 يوم؟ هو في الطبيعي بيبقى 21 يوم، بس انتوا عارفين هم ليه قالوا 20 يوم؟ طبعا الكلام ده كذب في كذب. عارفين ليه قالوا 20 يوم مش 21؟ لان لو قالوا 21 هيقول لك دي عادية، لكن 20 هيقول لك اه اصل اللي كتب التقرير اهلاوي، اللي كتب التقرير اهلاوي، فبدل ما امام عاشور ياخد عقوبة اكبر وحبس اكتر، واخد بالك، نخليها 20 بدل 21. دمتم مدلسين، دمتم كذابين، دمتم مزيفين مدلسين حمقى. كل ده دواء، لكل ده دواء يستطب به إلا الحماقة والبجاحة والوساخة، أعيت من يداويها. أستاذ أحمد عفيفي الزملكاوي الراجل المحترم قال لك الزمالك ده حاجة استثنائية في تاريخ كرة القدم في العالم. قال لك الزمالك لا يشبه أحد ولا يشبهه أحد، وينافس في ظروف غير عادلة وغير موجودة في أي مكان في العالم. وأنا بس عايز أسأل الأستاذ أحمد عفيفي، ما مفهوم العدالة من وجهة نظرك؟ كان زمان، مش من زمان بعيد يعني، من 10 سنين 15 سنة، كان في مسلسل للأستاذ يحيى الفخراني المحترم فناننا العظيم، كان اسمه للعدالة وجوه كثيرة. فأنا عايز أفهم إيه مفهوم العدالة من وجهة نظر الأستاذ أحمد عفيفي. عدالة إيه عفيفي؟ عدالة إيه عفيفي وأنت سامع مكالمة ثروت سويلم ووجيه أحمد وهم بيتفقوا نجيب لمين للمستشار والنادي الزمالك حكام إزاي؟ عدالة مين يا عفيفي والمستشار طلع قدام مصر كلها قال لك أنا كل يوم بكلم عصام عبد الفتاح لحد الساعة 12 بالليل عشان نطمن على التحكيم. عدالة إيه لما كلاتنبرج كان هيهبط الزمالك درجة تانية مشيتوه؟ عدالة إيه لما الزمالك بيتزنق بنجيب له حكام احتواء؟ عدالة إيه؟ هو في نادي في العالم عزيزي مديون لطوب الأرض؟ هو في نادي في العالم عزيزي عليه كم المديونيات اللي على نادي الزمالك؟ والله والله لو الفيفا يعرف قد ايه الزمالك مديون لطوب الارض وقد ايه الزمالك عليه مديونيات تصل لمليار جنيه غير القضايا اللي في الفيفا، ده الزمالك ده يهبط درجة تانية يا عفيفي. عدالة ايه؟ هو في نادي في العالم بينسحب زي ما بينسحب نادي الزمالك؟ هو في نادي في العالم بيتعمل عليه شكاوى زي ما بتعمل زي نادي الزمالك؟ يا راجل كل عيش يا راجل، صلى على النبي في قلبك، صلى على النبي في قلبك يا عم عفيفي. عن اي عدالة تتحدث؟ العدالة من وجهة احمد عفيفي ولا العدالة اللي احنا عارفينها كلنا؟ ايه يا عفيفي؟ لا يكون مفهوم العدالة عندك ان البلد تدي الزمالك كل سنة 10 مليار جنيه، وكل سنة رسمي قرار جمهور ان الزمالك يتوج بطل للدوري. العدالة من منظور عفيفي ان الحكام المصريين يحكموا ماتشات افريقيا للزمالك عشان الزمالك ما يطلعش حصالة. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا، استنى كل اراكم وتعليقاتكم اكيد.